لئن كان الإنسان إذا ما وقف وشعر بضعفه ونظر في هذا الكون فعرف عظمة ربه وخالق هذا الكون كله واشتاقت نفسه إلى ذلك، فإن الوسيلة كما قلت تكون على قدر ذلك الحب، وإن الوسيلة لبلوغ ذلك. نقف مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يبني تلك اللبنات في نفس هذا العبد المؤمن عن العلم الصحيح المتعلق بهذا البيت العتيق وهذا المسجد الحرام وهذا العمل الصالح وهذا التاريخ الزكي لهذا المكان المميز على ظهر الأرض كلها، لكي يبني تلك الأمور في قلب هذا العبد المؤمن فيتعامل في كل شيء هنا عن علم وبصيرة وعن هدى واستقامة، وليس عن هوى وليس عن جهل وليس عن ابتداع، وإنما هو عن علم حق أخذه من من قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أمرنا الله عز وجل باتباعه بقوله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأعلن أننا لن نصل إلى صدق الحب الصادق لربنا حتى نكون مع رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الحق في طاعته صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لئن كان الإنسان إذا ما وقف وشعر بضعفه ونظر في هذا الكون فعرف عظمة ربه وخالق هذا الكون كله واشتاقت نفسه إلى ذلك، فإن الوسيلة كما قلت تكون على قدر ذلك الحب، وإن الوسيلة لبلوغ ذلك إنما هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.